على بوابة لواء وادي موسى حاضنة البتراء تقع نبعة عين موسى التي تشتهر بمياهها العذبة التي كانت تزود مدينة البتراء الأثرية عبر العصور الماضية بمياه الشرب، ويدل على ذلك القنوات الفخارية التي بناها العرب الأنباط لجر مياه الشرب إلى المدينة. ترتبط بعين موسى الكثير من العادات والتقاليد القديمة التي تختص بتقسيم أدوار المياه وسقاية البساتين وحدائق المدينة. طبعا هذه كانت مقسمة من عزمن أجدادنا وأبائنا، مقسمة كل عشيرة عارف حصتها، مقسمة وجبات وجبة، يعني هذا له وجب وهذا له وجب، في وجب ربع وفي وجب جدية، مقسمة جدية في جدية مقسمة كل عشيرة لها يومين وليلتين، يعني أربع وجبات. بعد الجدية في بتيجي منطقة شو اسمه قسم الربع، الربع اللي هو خمس أرباع، أربع أرباع، كل ربع خمس أيام ما عدا الربع الرابع سبع أيام. هذه كانت مقسمة على من زمن أجداد، مش على زمننا إحنا، يعني أجدادنا كانوا جماعة بيفهموا لها الشغلات وهم اللي قدروها. كيف كانوا يقسموها؟ كانوا يحرثوا الأرض، بعد ما يحرثوا الأرض يجيبوا المية ويرموها عليها المية، قديش بتقعد عليها؟ ساعة، ساعة ونص، ساعتين، هاي حصتك، كل واحد عارف حصته. هذه النبعة هي من جبال الشراب تنبع، وطبعا من الجبل هذا اللي ورانا اسمه جبل الحمرة هذا، وهذه سبحانه وتعالى هذه من رب العالمين وتنبع المنطقة هاي. طبعا في لها نزازات، نفس الجبل في لها نزازات، في لها نزازات جلواخ، في لها نزازات سكينة، في لها نزازات البعبع، هذول كلهم بيجمعا مع مية وادي موسى. طبعا هذه بتسقي بس نص البلد. ما هو دور مديرية البيئة في اللواء بالحفاظ على هذه النبعة؟ تعتبر عين موسى من أهم مصادر المياه في وادي موسى، والتي يعتمد عليها كثير من المزارعين في ري مزروعاتهم، ومن هنا تحرص السلطة على حماية هذه العين، فقد قامت السلطة بتركيب كاميرات مراقبة لمراقبة العين وعدم وضمان عدم الاعتداء على مياه هذه العين. كما تقوم السلطة بعمل فحوصات مخبرية باستمرار بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة. حاليا يوجد لدينا الآن مشروع للحصاد المائي وصيانة عيون المياه، فستكون هذه العين ضمن هذا المشروع، وسيتم تركيب شاخصة تدل على هذه العين وقيمتها التراثية والتاريخية. وأيضا يوجد مشروع لصيانة العين من الداخل ومن الخارج. ما تزال هذه النبعة تتدفق منها المياه حتى وقتنا هذا، يتوقفون عندها أهالي المدينة والسياح كمعلم سياحي وتاريخي.